للأسف عدد معين من حديثي الولادة ممكن يصابوا بشيء بنسميه الموت المفاجئ أثناء النوم. في نصائح نعطيها للأهل على أساس نقلل من احتمالات هذا الشيء. أول نصيحة إنه البيبي ينام بغرفة الأهل لعمر 6 شهور، ومرات حتى لعمر سنة، بس على الأقل ل6 شهور. والشيء الثاني إنه لما ينام البيبي يكون نايم على ظهره على أساس نقلل احتمال الاختناق. وثالث شيء إنه تخت البيبي نتأكد إن يكون فرشة البيبي صلبة بدون مخدات أو بدون أي ألعاب أو إحرامات تكون ممكن تسبب اختناق للبيبي.